والوحدة راه 20. أصدقائي مرحبا بكم جديد في القناة. فيديو جديد غادي يكون على لعبة Little Nightmares 2، ماشي اللعبة الكاملة وإنما الديمو ديال Little Nightmares 2. أنا لقيته في الستور فقلت يعني علاش ما نديرش ليه فيديو نلعبوا مع بعضياتنا نشوفوا يعني نكتشفوه. فأصدقاء حنايا قناة صغيرة بزاف، كنرجو منكم الدعم، الدعم ديالكم ولا خلينا نستمروا. فلايك لايك يا أصدقاء، لايك لايك متاخذ منك حتى جوج ثواني، لايك شير وسبسكرايب. قبل ما نطول عليكم يا أصدقاء في المقدمة خليونا نبداو. بدينا اللعبة، على الأول ديال اللعبة كتشوفوا أن شي حاجة اللي ميمكنش ليكم تشوفوها في الحياة العادية، يعني تلفازة في وسط الغابة وكانت شاعلة، فكتخدم بالطاقة الشمسية وأنا مكاين حتى الشمس، الطاقة القمرية، راه مكاينش يعود الليل، شي راه واحد جوج، ثلاثة، أربعة، كنظن أن التلفزة غادي يكون عندهم شي حاجة بعلاقة بهاد اللعبة هادي. حيت أنا شت ديمو، شت تريلر ديال اللعبه وكانوا تيبينوا واحد لقطات ان هاد الولد يعني اللي كنلعبوا به، هاد الوليد اللي كنلعبوا به كيخرج من التلفازه، يعني كنظن ان التلفازه غادي يكون عنده شي قدره ديال التليبورتيشن بلا شنو هادشي كاين لتحت ديال التليبورتيشن، يعني كتنقلك من بلاصه لبلاصه. والو هذاك واقيلا على البترول كاين تما بزفت، تمشي البترول ما بزفت يعني بحال اوكي. اذا التحكم بحال اللعبه الاولى، انا لعبت اللعبه الاولى في ما لعبتش في القناه وانما لعبتها غير بوحدي، كانت زوينه يعني اللعبه الا كانت تشوف بحالها ف هذا غادي يكون حاجه هي زوينه عاوتاني، نتمنى انه يكون احسن لان ترى الابطال ديال اللعبه تبدلوا. حنا في الاول كنا نلعب بواحد البنت لابسه واحد علاش الزيت انا هذا على بالي صبط ولا نزو ماشي شي حاجه عفويه زعما شنو هي هذيك الكومه ديال البنات هذوك الشفخ واقيلا مصيدهم شي واحد خليهم يرتاحوا تما مساكن. فاذا كنظن ان الديمو غادي يكون يعني البدايه ديال اللعبه الاصليه يعني اللعبه الكامله يعني، فهذا غادي يكون هو الاول فخلينا نترينو عليه دابا. عندك قول لي ديك تنقيزه قتلاتك فانتريني وحنا على البديه دابا ملي تخرج اللعبه الكامله نكونوا عارفين هاد البلاصه بلاتي. ده 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 ده. لا 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 ما غاديش نطيح في هاد الفخ. اوكي يعني على الاول كتشوف كتلقى شي بازلز، يعني حتى اللعبه يعني كتسمى بلاتفورمين يعني اكون فيها بزاف ديال هاد البازلز وداكشي، والشخصيات ملي تيهضروا ما حتى شي حاجه خاص تفهم القصه يعني بال انفايرمنت كتسمى زعما خاصك تشوف داكشي اللي داير بك فين انت وتحاول تفهم يعني شنو طاري في العالم وداكشي. كنظن ان الديمو غادي يكون قصير يعني 20 حتى 25 دقيقه. لا 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 ناري 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 ناري. اوف يعني لحظة كيسحب لي صافي، ما بغيناش تخسروا زعما بغينا نترينيو يعني على الديمو باش نكونوا يعني في اللعبة نكونوا واجدين تجي اللعبة بلاتي. طلع هنا واقيلا لا لا بنت لي القنبه قلت واقيلا خصني نتعلق فيها ونقز.
ماذا سنفعل؟ طلع هنا. ماذا نحن فاعلون؟ بلاش الطريق مشتاش كاع. اوكي لحد الان غادي كلشي مزيان، باقي ما خسرنا حتى شي مره. نتمنى نخليو هادشي كما هو عليه. فجسر مهرس، شنو غادي ندير؟ نظنش انها نقز بعيدة شوي. بات بشوية لك خويا، طلع. باينة عطير منو شي شق في هاد الجسر. لا مزيان. الان احنا باقين في الغابه دابا. شفت شي صباب عاوتاني؟ هدا 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 هدا، بان لي واحد القنبة تما راهي. تنظن لا ناري ناري تيسحب لي فخ بحال ديال قبيلة، تنقز عليها وحدة زعما ناري. كنت بغينا نسالو الديمو زعما بلا نخسرو تمرة، ماشي مشكل. هنا خصنا نلوحو فيها شي حاجة باش نحيدوها من الطريق. هاد الصباط هدا خلينا مر صباط، واخا معرفناش ديال كاين عفر اللي بنتي زرقاء يعني. ثلاثة حمرين مولاه، واقيلا غادي يكون هرب بالفرد الخو. شتي دابا خاص تفهم القصة من هادشي هدا. دابا الانفايرمنت هدا قالك زعما خاص تفهم شنو طاري من داكشي اللي حتى صباط الألوان تما راه يقدر يكونو كيعنيو شي حاجة. بلاتي بلاتي بلي واحد الفخاخ كاين هنا، لا كاين شي حاجة تما. بعد من هدا بعد من هنا صافي، هادوك مسدودين غادي يديرو لنا شي حاجة. بلاتي هذه حاجة زادت جديدة ما كانتش في اللعبة الأولى ديال تقدر شي حاجة تضرب بها. هاي بحالة العصية حاطينها يعني هنا على شي حاجة، خصنا ناخدوها نديوها معنا، ربما نحتاجوها. بلاتي دا بدا تيبانو ليا شي فخاخ تما كاينين وقيلا. لا شتي ناري 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 خمسة. بلاتي طلع 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 فوق هاد الحجرة هادي عاوتاني نفس البلاصة. شتي راه ما خاصكش تستهان بداكشي اللي كيعطيوك دابا، اللي عطاوك شي حاجة عرف راه خاصك تستخدمها في شي حاجة. عصي الصبابط يعني شتي راه ماشي جاوبها وحطها تما. لا اوف كلشي مزيان دابا غادي. وقيلا كنظن خرجنا من الغابة.
دار وسط الغابة. هذه الدار اللي كتكون ديال المجرم في الأفلام ديال الخلع في واخا ندخلو نكتشفوها، يكون فيها شي قصص ولا شي حاجة ما نفهمتش. من ها شتيها اللي قلت لكم الدراري ليش هو وجد صافي المرا هو تيطيب ليه باش تعبر تعمرها تاي لعيبات كلشي كاين. حيد هادي معدنا منديرو بها كيسان كلشي موجود. انشبو التلاجة شنو فيها؟ غنولي واحد ثلاثة القراعي تما فوق على بيتزا هاديك. المهم خصني الضو ما عندناش بيل. هاد الموسيقى هادي كتفكرني باللعبة الأولى. أنا عرفت أن الطريق من هنا ولكن بلاتي خلينا نكتشفو نشوفو هنايا شنو كاين. شو مرة من نقدروا تكون شي حاجة فهمتي. شنو هي هادي؟ equip collected hats and pause بلاتي hats. زعما باش تبدل صافي زدتهم واش انا صافي خرجت لينا حرفتونا على الطريق ديالنا باش زعما نجيو ناخذوا هاد القبعه هادي ولاش هادشي اللي بقى زعما. حنا غنقربوا للموسيقى كنت غادي نقول قبيله ان الضو بحال هكا كيكون كانت كتسمى هذيك السيف هيفن في الان ويك. عاد واش فكرت بلاتي خصنا شي حاجه باش نحلو الباب. الباب مبيطر اصلا خصنا شي حاجه باش نهرسوه. بلاتي هيا 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 لا وهي كيفاش لصقوها تماما اللي هي بهاد الهشاشين شاد شاد كانت لاصقة تماما شحال هادي زعما. هاي محسن ويلي اكس الفأس شتي ناري ناري. لا جرة كيدير جرة ديال المجرمين. فكرني في ذا شاينين فيلم كان كيهرس الباب. حنا نيجي داكشي اللي غادي ندير داكشي اللي غادي نديرو تماما. يلا ليتس جو ناري شو مالك؟ اش تقمعينا بحال ما هكا؟ ماشي حشو مالك دابا؟ بغينا نعاونوك تما. هذا هو ديال الموسيقى اللي كان كت شوف كاين والو هنا شتي دايرين هادشي كامل على والو زعما هرسن باب جي لهنا تسناني جايلك تسناني. باب مسدود هذاك. ولا بحلو ولا ما يو عمونيكات هذا عمونيكات وقعنا صافي ملي داز تاهي عمونيكات هذوك
او بحال ما هكاك عندك شي واحد يولي راسو يتحرك ولا شي حاجه صافي خليكم بحال ما هكاك. شتي حصلتي دابا كديرها زوينه صافي. الا ما نجيش عندك تيقبي الا قمعتينا صاحبي دافع علينا كبير شوف شي بلاصه اخرى نمشيو. شوف الباب قفل. فاذا اللعبه كتحتم علينا اننا نمشيو ما عندنا ما نديرو. يس صباط عاوتاني فيقنا شي واحد وقيل هاد اللعبه دي برعايه صباب بنت ليا ما في منظرش كنلقى الصباب. خا شنو هي هذيك المانكه شنو مانيكين مانيكين. يا ربي ما يكون شي واحد هنا ما فينا من حتى اصدقاء وخاص بان لكم اللعبه بحال ما هكا راه بيجي 16. يعني عول غادي يكون شي حاجه ديال جامب سكير وداك الشيء يعني يخرج شي واحد يخرج لك من ديك الخزانه ديال لك يقفزك. شنو دابا ما تعاونيناش نطلعوا هنا ولا شنو؟ أنا بنت لي بلزة كبيرة قلت ما يمكنش يقدر يدفعها ولكن هما بجوج يعني يقدروا يدفعوها داكشي علاش أنا ما قلبتش فيها يعني قلت زعما نتوما معلمين حتى شي حاجة زعما راه ممكن أنها تحرك. خصنا شي لعيبة باش نهبطو داك الساروت شي دراع واقيلا كتجي هنا. أوكي هاو تال دابا ديرها قبيلة هاديك ولكن كنت عندو زعانة ما عندوش شي معايا وقيلا خصها تكون معايا هنا باش تعاوننا في شي حاجة. يو وي 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 ويت 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 عاموني كياك نيرو هي اللي شادة هاديك اللعيبة اللي باغين صافي. انا غادي ناخد غير هذا خليك بحال ما هكاك. لا 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 اش كيدير صافي غادي ناخد غير هذا خليك بحال ما هكاك متحركيش بلاصتك بليز. اللعبة دي اصغر توقع منها كل شيء فهمتي واخا تبان لك راه مونيكا في الاول ولكن متعرفش خلينا نديرو شي حاجه حنا بعدا انا اللي جبت هذيك الدراع. ماشي مشكل كيصيفطونا حنا تكارفيس خليني ندور انا لا تبقى شاد الحال مزيان حسبش لي السر وشي طيح تبغى يبقى معلق فيز. دابا ولا كيسوارت ولا كيخشيهم في جيبو حيت في اللعبه الاولى ما كانش كان خاص تبقى غادي هاز الساروت يعني حتى تلقى الباب اللي عتحل به. بشويه لك هاكا لا تلق اخيرا خرجنا برا. اي
اش بدنا شو استفدت من الدار انا من غير خرجنا هاد والو دابا حنا غادي زعما كنشقوا الطريق لما وسط هاد علاش طلعتي من البلاص لا اوكي واخا بلاتي كنظن ديما تيسحب لينا شي حاجه ما غاديش تدفع خصك تدفع او يلا خويا شنباتو هنا صافي حد هنا ناري 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 شت الصوت هذا ناري 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 سرعة بشوية عليك بشوية عليك متروبنش مرانا تجي حاجة نتابعنا والو انت كمل الخدمة ديالك حتى بلا ما تشوف موراك كاين والو موراك صافي بحال ما هكاك سير ناري ناري نوت نوت قاعد نوت 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 ناري 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 كيفاش ما جاتش فيا هاد الاخر دابا دابا باش تكون لاعب شي لعبه بحال ما هكا انت براسك كتبقى ساكت كتخاف الا هضرتي زعما غادي يسمع كل شيء اهو هاد القضيه دارت هذيك اللعبه ايلين ايسوليشن كان الا هضرتي ولا شي حاجه كان الايلين كيسمعك في من الميكرو ديال المانيطا ديك غتكون حاجه زوينه اللي زادوها بحال ما هكا يعني الا هضرتي يسمعك لكن عايزين ما نقدروش نديرو الفيديوهات يعني بحال ما قال لا لا ناري 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 اخويا بشوي عليك خلي عا يدور هاي تعطلت تعطلت مع اللحظة اللي يدور فيها الضوء الهين نجري يعني. لاتش سير جري ناري ناري شنو ويلي صاحبي يا راسي دزت ديك صاحبي يا راسي دزت في ديك اللقطة هاري دابا خاصني نشوف غير الوقت شحال كيدير هو في هذيك اللي كيدور الضوء ليه بلاتي واش كافي ولا لا واش في اللحظه اللي يديو الضوء ليه نجري انا ولا نتسنى شويه بلاتي خليني نوقف هنا شويه قريب باش
النهائية. Thank you for playing pre-order now. فإذا أصدقاء هذه هي نهاية الفيديو. فشحال درت أنا في الديمو بلاتي نشوف، يعني تقريبا 27 دقيقة. ف تا اللعبة يعني الكاملة ما غاديش تكون طويلة بزاف، يعني كتكون شي 4 سوايع 5 سوايع بحال ما هكايا، لعبة قصيرة يعني. فإذا أصدقاء كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، ما تنساوش الدعم يا أصدقاء، لايك وشير وسبسكرايب. فخليكم يا أصدقاء، نتلاقاو في فيديو جاي.